هذا الشاب البائس هو تيمور. تيمور يعاني من مشاكل عاطفية بسبب علاقاته السابقة، أليس كذلك تيمور؟ مما أدى إلى اجتهاد تيمور الشديد في نظريات الحب، وهي نظرية البطاطس. تيمور لا يريد التحدث عن ذلك، ولكن سنتحدث. فالعلاقة الأولى إذا أردنا تلخيص المضمون كانت تشبه البطيخ، وهذه العلاقة كانت مدمرة حقا. ففتاة البطيخ متوحشة متوحشة. لم يتمكن تيمور فرض نظرية البطاطس على هذه الفتاة، ويدعى هذا النوع من العلاقة باللغة الإنجليزية Relationships Incompatible، أما بالإسبانية فهي Relationship Incompatibility Pandeo، مما أدى إلى تعصب تيمور وفرض نظرية البطاطس على فتاة أخرى. والآن يجب شرح نظرية البطاطس قبل الاستمرار. فتيمور يعتقد أن العلاقات المثالية تتكون من شخصين متطابقين بالضبط. فإذا افترضنا أن العلاقة مثل البطاطس، فالبطاطس تحتوي على كل المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم، حتى البروتين. فالبطاطس بطبعها طعام كامل وبسيط، ويمكنك تحويلها إلى أي شيء مثل بطاطس محمرة، بوتيتو سالد، بوري، أو حتى الفودكا. ولكن مهما تغير بها الحال لا تزال بطاطس، ويجب أن العلاقات أيضا تصبح كذلك. بطاطس 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 بطاطس. ولكن علاقة البطاطس أدت إلى الملل الشديد بسبب التطابق المثالي، وهنا نجد نفسنا في مرحلة ما بعد نظرية البطاطس، وهي الإحباط. فاكتشف تيمور أن التطابق المثالي أو نظرية البطاطس ليس الحل. إذن ما هو الحل يا تيمور؟ فالصدفة تلعب دور كبيرا في تحديد مصير المرء، ولكن من الصعب التخلص من العادات والتقاليد القديمة يا تيمور. فتيمور يحاول أن يفرض نفسه مرة أخرى بنظرية البطاطس على الفتاة الجديدة، ولكن يخجل، يخجل كثيرا. ولكن التكرار بالفعل يعلم الشطار، فهي المحاولة الأخيرة لنظرية البطاطس، وسنشاهد ماذا سيحدث. طماطم! فهنا يمكنك أن تجد كثيرا من التوافق والانسجام في هذا النوع من العلاقة، مثل الانسجام والتوافق بين البطاطس والطماطم في صينية البطاطس فرنش فرايد ويز كاتشب إلخ. فاليوم هو أول يوم في حياة تيمور، لقد وجد الإجابة للسؤال الذي يطرحه الجميع، ما هي العلاقة المثالية؟ كيف يمكننا أن نجد السعادة؟ فهي التوافق والانسجام المؤبد بين الشخصين. ولكن نحن لا نريد نهاية سعيدة لهذا الفيلم، لأنها قد تصبح تقليدية، بالفرنسية كليشيه.